أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن المنتخب الوطني قدم مستويات طيبة في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، وتمكن لاعبو المنتخب من عكس صورة إيجابية على تطور المنتخب الوطني وإمكانيات لاعبيه. جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مع لاعبي المنتخب في دبي بحضور الشيخ علي بن خليفه الخليفه رئيس الاتحاد البحريني لكره القدم. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه وهو يخاطب لاعبي المنتخب: لقد كانت كأس الامم الاسيويه لكره القدم محطه من محطات مشاركه المنتخب الوطني في البطولات الخارجيه. وقد اكدت من خلال هذه البطوله التطور التصاعدي الحاصل في كرة القدم البحرينية من خلال المستويات الطيبة التي قدمتموها اثناء مباريات الكأس وصولا الى التأهل الى الدور السادس عشر من المنافسات. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد قدمتم مستويات طيبة في التجمع الآسيوي الكبير وتمكنتم من التأهل الى الدور السادس عشر من المنافسات ولكن المنتخب خسر في المباراة امام المنتخب الكوري. وهو حال كرة القدم لا بد من وجود فائز وخاسر ونحن يجب ان نتطلع من الان الى المستقبل والبطولات المقبلة وابدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه دعمه الكامل للمنتخب من اجل التاهل الى نهائيات كاس العالم 2022 وقال سنقف الى جانب لاعبي المنتخب ونجدد الثقه فيهم من اجل الوصول الى الهدف المشترك لنا جميعا وهو التاهل الى نهائيات كاس العالم